النهاردة أصدقائي نتكلم عن أسباب حدوث هبوط في الفريمات في الألعاب، أو بمعنى آخر الدروب فريم داخل الألعاب. أول سبب أصدقائي وهي مشاكل متعلقة بالمعالج. اتأكد إن المعالج بتاعك ما بيوصلش إلى عنق الزجاجة، وإن المعالج بتاعك يكون متوافق مع كارت الشاشة اللي موجود في الجهاز بتاعك، لأن لو المعالج أضعف من كارت الشاشة في الحالة دي ودائما هتحصل على أداء أقل وفريمات أقل، وده سبب كافي من أسباب حدوث هبوط في الفريمات داخل الألعاب. وبرضو أصدقائي في حاجة مهمة جدا بتلاحظها، أو في بعض الأصدقاء بتحصل عندهم بالفعل، هو مثلا أول ما بيفتح اللعبة بيلاحظ إن في تأخر في صورة اللعبة، وبرضو في تأخر في ظهور المباني وظهور الجبال، ظهور يعني كل معالم اللعبة بيكون فيها تأخر. طبعا السبب الرئيسي هو ان المعالج الموجود عندك ضعيف جدا جدا. تاني سبب اصدقائي من اسباب حدوث الدروب فريم او حدوث هبوط في الفريمات داخل الالعاب هي ارتفاع درجة حرارة المعالج. تأكد باستمرار يا صديقي، طبعا كل شهرين او كل 3 اشهر على الاقل، انك انت تغير المعجون بتاع المعالج، يعني تغير المبرد بتاع المعالج. لو انت مثلا حطيت التبريد واستمر لفترة طويلة جدا، مع مرور الوقت اصدقائي ان المعالج بيولد حرارة، والحرارة دي بتخلي المعجون اللي انت حطيته ده بينشف. فلو نشف المعجون اللي انت حطيته على المعالج ده هيولد حرارة، والحرارة طبعا هترفع من درجة حرارة المعالج. في الحالة دي اصدقائي المعالج مش هيقدر يديلك الاداء والكفاءة المطلوبة، بحيث ان لو كان التبريد عندك كويس وبتغير المبرد والمعجون بتاعك باستمرار، في الحالة دي انت تقدر تحصل على افضل اداء ممكن من المعالج. وبرضه صديقي هتحافظ على اداء المعالج بتاعك، وتحافظ على المعالج بتاعك لمدة وفترة اطول. تالت سبب اصدقائي من اسباب حدوث الدروب فريم او هبوط الفريمات داخل الالعاب هو كسر السرعة. اتأكد يا صديقي انك انت لو في حالة انك انت عامل كسر سرعة للمعالج بتاعك، انك انت تكون عامل كسر سرعة للمعالج في الامان، ما يكونش انت عامل كسر سرعة للمعالج بشكل مبالغ فيه. في الحالة دي لو انت عامل كسر سرعة للمعالج بشكل مبالغ فيه، هيحصل عندك ان المعالج هيولد فولت زيادة. طبعا الفولت الزيادة ده هيعمل ايه؟ هيخلي درجة حرارة المعالج تزيد معاك، وطالما درجة حرارة المعالج زادت معاك هيحصل عندك دروب فريم. وبرضه صديقي خليه في الامان، يعني اعمل كسر سرعة للمعالج في الامان، بحيث انك انت ما تجللش من العمر الافتراضي الخاص بالمعالج بتاعك، يعني ما تبهدلش المعالج بتاعك بكسر السرعة وتخليه على اقصى حاجة للمعالج بتاعك. لا يا صديقي انت خليه في الامان علشان تحافظ على المعالج بتاعك، وما تجللش من العمر الافتراضي الخاص بالمعالج بتاعك، وما يحصلش عندك دروب فريم او حدوث هبوط في الفريمات داخل الالعاب، ويكون عندك الجهاز بتاعك مستقر ومستريح وانت بتشتغل عليه، ما يكونش عندك اكراش او ما يحصلش عندك اي مشاكل في المعالج. رابع سبب اصدقائي من اسباب حدوث الدروب فريم او هبوط الفريمات داخل الالعاب، تأكد انك وانت وبتلعب او وانت ومشغل اللعبة ما يكونش في برامج شغالة في الباك جراوند او في الخلفية. يعني لو في اكتر من برنامج انت ومشغله وانت وبتلعب، انا انصحك انك انت تبدأ تعمل ايقاف او اغلاق لجميع البرامج دي، لانها هتوفر معاك جدا في استهلاك الرام وفي استهلاك المعالج وانت وبتلعب. يعني من الاخر ابدأ وقف كل البرامج قبل ما انت تبدأ تلعب اي لعبة، علشان كده ما يحصلش عندك دروب فريم داخل اللعبة اللي انت رايح تلعبها. خامس سبب اصدقائي من اسباب حدوث الدروب فريم او هبوط الفريمات داخل الالعاب، تأكد ان ما يكونش عندك برامج مكافحة الفيروسات. دايما اصدقائي برامج مكافحة الفيروسات بتكون تجيلة جدا جدا على الكمبيوتر بتاعك او على نظام التشغيل، لان دايما اصدقائي برامج مكافحة الفيروسات بتعمل فحص او اسكان بشكل اوتوماتيك وبشكل تلقائي وبشكل مستمر، فده بيضغط على اداء المعالج بتاعك
وبيضغط على اداء الرام، يعني بمعنى اصح بيبدا يضغط على كل امكانيات الجهاز بتاعك وهو وشغال. يعني يا صديقي نصيحه مني، لو انت بتحب تلعب العاب كتير جدا او جيمر، انا انصحك انك انت ما تثبتش اي برامج مكافحه فيروسات على الجهاز بتاعك، لان ده سبب كافي ان هو يحصل عندك دروب فريم داخل الالعاب. سادس سبب اصدقائي من حدوث الدروب فريم، تاكد من اعدادات رسومات اللعبه انها تكون متوافقه مع اداء الشاشه اللي انت بتلعب عليها. ربما انت طبعا عامل اعدادات اللعبه اعلى من اداء الشاشه بتاعتك، في الحاله دي يا صديقي هيحصل عندك دروب فريم، فتاكد طبعا ان الاعدادات مناسبه لاداء الشاشه اللي انت بتلعب عليها عشان ما يحصلش عندك الدروب فريم. سابع سبب اصدقائي من اسباب حدوث الدروب فريم في الالعاب او هبوط الفريمات داخل الالعاب، حاول تتاكد ان الفريمات عندك بشكل عام مش مفتوحه، بس خلي الليمت بتاع الشاشه اقصى عدد فريمات تقدر تعرضها الشاشه بتاعتك. ده مهم جدا انك انت تخلي الشاشه تعرض اقصى عدد من الفريمات، يعني لو الشاشه بتاعتك 144 هرتز حاول تخلي الشاشه بتاعتك او تختار الخيار بتاع الشاشه بتاعتك انها تعرض اعلى فريمات تقدر تعرضها الشاشه بتاعتك، ولكن بشكل عام حاول تخلي الفريمات عندك مش مفتوحه. على سبيل المثال يا صديق، لو انت عندك شاشه 144 هرتز وعندك كارت شاشه يقدر يديلك اكتر من 144 هرتز، في الحاله دي يا صديقي الفريمات اللي هيديها لك كارت الشاشه، يعني الفريمات الزياده اللي هيديها لك كارت الشاشه ملهاش اي قيمه، لان الشاشه بتاعتك اخرها 144 هرتز. ولكن ما تنساش ده هيسبب عندك ضغط على كارت الشاشه، وطالما سبب ضغط على كارت الشاشه كارت الشاشه عندك هيسخن جامد وهيحصل عندك دروب فريم او هبوط في الفريمات، والخطوه دي بيقع فيها كثير من الاصدقاء بسبب الخطوه دي، ان هو حابب بس ان هو يفتح الفريمات وخلاص، ولكن هو ناسي ان ده هيسبب ضغط على كارت الشاشه ويحصل عندك دروب فريم. حاول تخلي كارت الشاشه عندك مستريح في الاداء ومستقر في الاداء. تامن سبب اصدقائي معانا من اسباب حدوث الدروب فريم في الالعاب او هبوط الفريمات داخل الالعاب، الرامات. التاكد ان عندك رامات كافيه في الجهاز بتاعك. برضه صديقي طريقه توزيع تركيب الرامات في المذر بورد، في البورده بتاعتك، عامل مهم جدا. على سبيل المثال انت عندك 8 جيجا رام على قطعتين، يعني قطعه 4 جيجا رام وقطعه ثانيه 4 جيجا رام، وانت عندك 4 بنك رام تقدر تركب فيهم. من الاخطاء اللي بتحصل ان واحد يجي كده على الجنب، يجي في البنك الاول ويروح مركب قطعه، والبنك اللي جنبه مباشره ويروح مركب القطعه الثانيه. طيب ليه؟ ما انت عندك 4 بنكات رامات، عندك بنكين جنب بعض وعندك بنكين جنب بعض. فانت صديقي لو انت عايز تستفاد بالاداء بتاع الرامات بشكل مناسب جدا، انك انت بتيجي في البنك الاول بتاع الرامات وبتركب القطعه الاولانيه، وبتيجي في اخر بنك وتركب القطعه الثانيه، وبيكون عندك البنكين الفارغين اللي في النص. تاسع سبب اصدقائي من اسباب حدوث الدروب فريم في الالعاب هي اعدادات كارت الشاشه. اتاكد يا صديقي انك انت ترجع الاعدادات الافتراضيه لاعدادات كارت الشاشه، افضل من انك انت تغير في اعدادات كارت الشاشه وتختار اختيارات مش مناسبه مع اداء الكارت بتاعك. في الحاله دي يا صديقي انت بدل ما هتعدل على الاعدادات دي عشان تحسن عندك الفريمات، كده انت بوظت اداء او اعدادات الفريمات. فحاول انك انت ترجع للاعدادات الافتراضيه الخاصه بالكارت، او انك انت على الاقل تعرف انت عدلت على الاعدادات دي بمناسبه ايه، او تعرف الاعداد اللي انت هتبدا تغير فيه هيعمل ايه في الكارت بتاعك او في اداء الكارت بتاعك. عشان كده انا بنصحك انك انت تدخل على اعدادات الكارت بتاعك وترجع الاعدادات الافتراضيه الخاصه بالكارت بتاعك، فده ممكن يكون سبب من اسباب حدوث الدروب فريم في الالعاب. واخر سبب معانا اصدقائي من اسباب حدوث الدروب فريم في الالعاب، وهو لن هقدر اعمل فيه حاجه ولا انت برضه هتقدر تعمل فيه حاجه، وهو هتكون مشكله فنيه من الشركه المطوره للعبه اللي انت بتلعبها، وفي الحاله دي مش هتقدر تحل المشكله دي غير لما ينزل تحديث من الشركه المطوره للعبه يحل المشكله الموجوده في اللعبه. وده طبعا زي مثلا المحاكيات اللي احنا بنلعب عليها،
احيانا طبعا بتكون في مشكله من الشركه نفسها. في الحاله دي احنا مش هنقدر نحل المشكله دي غير لما ينزل تحديث للمحاكي فيحل لنا مشكله الفريمات او مشكله الصوره. زي قبل كده حصلت مشكله في الدايركت اكس والاوبن جي ال في المحاكي الخاص بجيم لوب، والمشكله دي ما اتحلتش غير لما نزل تحديث للمحاكي فحلت معانا المشكله. فده اصدقائي بكل اختصار الفيديو بتاع النهارده. اتمنى اصدقائي يكون الفيديو نال اعجابكم. في النهايه اصدقائي ما تبخلوش علينا بعمل لايك للفيديو، دعم وتشجيع لينا، وتسلم ايديكم اصدقائي على الدعم اللي انتم بتقدموه وعلى تعليقاتكم الجميله اللي بتسعدني وبتفرحني. ربنا يسعد قلوبكم جميعا باذن الله. لو لسه اصدقائي ما عملتوش اشتراك في القناه او اول مره تشاهدوا فيديوهاتنا على اليوتيوب، ما تنسوش اصدقائي تضغطوا على زر الاشتراك في القناه، فعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وانتظرونا في الفيديوهات القادمه. ما تنسوش اصدقائي تقولوا لي ايه رايكم في الفيديو، لو في اي استفسارات اكتبوها من خلال التعليقات وان شاء الله هرد على جميع استفساراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Ooh.